المباني كلها تراثية، اللوحات أنا مركز على التراث بستايل جديد، يعني تلاقي كل المباني اللي هنا لو ركزت على اللوحات تأخذ العنصر تراثي، لكن تقنيات ألوان وجراءة لون ممكن جديدة. يعني هنا لو أخذنا اللوحات دي مثلا كمجموعة كمثال، هي أخذت النسبة الثلثين مقابل الثلث، لكن لو أخذتها كلها تلقاها كلها هذه موجودة في المباني القديمة في المدينة المنورة. يعني ركز في روشان، في نخل، في بيبان، في شبابيك، في أسطح، في بيوت. المعرض يعتمد على أشياء خيالية بأسلوب جديد، لكن رؤى الحقيقة اسم بنتي، يعني بنتي الصغيرة.